عبد العزيز امانك كلهم ثمنتم العهدكم والله وانا سالم للجلال والاكرام في العشر التوالي يصلح شانكم ويطول اعماركم ويتم علينا الامن والامان وانا جامل الله معلك لما يعز الامن والامان تفكونا من شك. كم خطوة يبعد المستقبل؟ خطوة واحدة، حلم واحد كل يوم، ورجل مؤمن بالغد. كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. طموحنا كيف نكون اقتصاد أكبر مما نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، كيف نكون فخورين في وطننا، كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري إلى آخره. هذا طموحنا، وسنقدم نقدم كثير للسعودية وللعالم. احنا نقتنص اكثر 100 شركه لديها فرصه ان تتحول من شركه محليه الى شركه اقليميه رائده، وايضا نقتنص الشركات لديها فرصه ان تتحول من شركه اقليميه رائده الى شركه عالميه رائده. كل هذه سوف ترفع من حجم صندوق الاستثمارات العامه، وعلى راس هذا ياتي طرح شركه ارامكو السعوديه. ان هذا المشروع ليس مكان لاي مستثمر او اي شركه تقليديه، هذا مشروع فقط موضع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. لدينا في اليوم فرص تكاد تكون خيالية، موقع مميز مثال على ذلك 10% من التجارة العالمية تمر بجوار موقع من خلال البحر الأحمر، طبيعة خلابة، جبال، وديان، سهول، شواطئ، شعب، جزر. في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة، من المدن، من التقنيات، من الصحة، الخدمات إلى آخره. الترفيه والثقافة بيكون رافد مهم جدا لتغيير مستوى معيشة السعودي في خلال فترة قصيرة. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. فلا أعتقد أن هذا تحدي، لأننا نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والقضية معانا والحق معانا إحنا في كل ما نواجهه. اللي يهمنا اليوم إحنا نكون مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإيمانا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام، أمرنا بما هو آت: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أي كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. So it's a great honor to have Crown Prince. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Mr. President. Actually, the relation between Saudi Arabia and the rest of America is an old relation.
اليوم نعتقد أن المملكة العربية السعودية لم تستغل إلا فقط 10% من قدراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وهناك 90% من قدراتها يريد أن يستغلها في أسرع وقت، واليوم قبل 2030. لكي نستغل هذه القدرات لا بد أن نعمل مع حلفائنا الرئيسيين والاستراتيجيين الولايات المتحدة الأمريكية. الشراكة السعودية الفرنسية شراكة مهمة جدا ومهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا ويمر فيه الشرق الأوسط والمتغيرات التي تحدث في العالم. المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثلما ذكر فخامة الرئيس في الجانب السياسي وأيضا الجانب العسكري والاستخباراتي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي. واستدراكا من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج المعتمرين تكفلت بتغطية تكاليف الحج الأول والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة. أنا واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم. لديهم شغف وطموح كبير جدا على مستواهم الشخصي وعلى مستواهم الوطني، ولديهم الحرص والدقة والاحترافية والذكاء العالي جدا لتحقيق المستحيل. الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز، لأن عاش في هذه الصحراء لمدة طويلة لديه خصلتين مهمة. الأولى دهاء، هذا اللي جعله يعيش في صحراء صعبة، والثانية عزيمة جبارة تجعله يقاوم أي شيء ويصل لأي شيء متى ما اقتنع فيه.